السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. من خلال الفيديو كنعلمكم بلي المعال العالي للاعلام والاتصال اعلن على اللوائح ديال الناس اللي تهزوا في لا سيليكسيون باش يدوزوا ان شاء الله الكونكور. بالنسبه لي ليست غادي نخلي لكم لو ليان باش تجبدوا اللوائح. كاينين جوج ديال لي ليست، كاينه لا ليست ديال لا سيكسيون فرونسيز، كذلك الليست الثانيه ديال القسم العربي فهي طويله. هنا راه خديت لكم غير سكرين ديال الاولى. كذلك خاصكم ضروري تعبوا واحد الاستماره تدخلوا ليها من هاد لو ليان اللي داير لكم حتى هو، غنخلي لكم في صندوق الوصف. غادي تتبعوا الاستماره بطريقه صحيحه. هاد الناس اللي باغا تدوز المقابله، فالمقابله غتكون عن بعد، واخر اجل باش ديروا لا كونفيرماسيون ديالكم انكم غدوزوا مقابله هو 11 يوليو. راه اللي ما دارش كونفيرماسيون فراه ما غاديش يدوز. باش تكونوا واضحين، يعني غتدخل لو سيت الا لقيتي سميتك مقبول دايز في لا سيليكسيون ضروري دير هاد المرحله ديال الكونفيرماسيون اللي غادي نوريها لكم ونخلي لكم في صندوق الوصف. ما غادي يسالي اخر اجل اللي هو 11، فغادي تعلن واحد لائحه جديده فيها الناس اللي داروا الكونفيرماسيون، وغيكون عندكم بالضبط التاريخ النهار اللي غدوزو والتوقيت. اذا يعني حتى تسالي هاد لا فاز ديال الكونفيرماسيون عاد باش غادي يعطيكم التوقيت بالضبط معاش غدوز المقابله. المقابله غتكون على المنصه جوجل ميت، هذه هي المنصه اللي غدوزو فيها، وخاص يكون عندكم الجيميل اللي هو صحيح باش غادي تدخلوا له من خلاله. غتكونيكطاو بداك الجيميل ديالكم عادي وغادي ديروا المقابله هنا في جوجل ميت. هذا هو لو ليان ديال الكونفيرماسيون اللي قلت لكم غنخلي لكم في صندوق الوصف عادي كيف درتو المره الاولى. هنا راه ساهله، غتدخلوا لو نون ديالكم برينون، غديروا نيميرو دو لاكارت، رقم ديال المعصر، الهاتف، والايميل ديالكم، الجيميل ديالكم. هادشي الله يرضي عليكم تاكدوا منه يكون صحيح. وغادي تشرح في حدود 100 كلمه علاش اختاريتي المهنه ديال الصحافه والاتصال، بالضبط علاش اختاريتيها. هذه هي المرحله الاولى في فورماسيون. من بعد غادي تدوزوا المرحله الثانيه ديال تيرميني. يخرج لكم هذا الفورمولير اللي عمرتوه في الفاز الثانيه او المرحله الثانيه، هنا فيهم جميع المعلومات. وكدير كتشهد هنايا بلي المعلومات ديالك صحيحه، يعني غنضغطوا على هذا المربع الصغير اللي شفتوه هنا وغنديروا فاليدي. قلت لكم ان شاء الله من مورا 11 غادي يعلقوا اللوائح ديال الناس اللي داروا كونفيرماسيون اللي مهتمين يدوزوا الكونكور. وبالتوفيق للجميع، اللي عنده شي سؤال ما تنساوش خليه ليا في كومونتير، والى اللقاء.